ورغم برودة الطقس والتهطل الغزير للأمطار، إلا أن جماهير قسنطينة أبت إلا أن تسجل حضورها بملعب الشهيد حملاوي خلال مباراة غانا والسودان، كما رصده زميلنا من قسنطينة هارون بوحزان. احنا جينا يعني بنقدموا صوره مليحه للمدينه تاعنا والبلاد تاعنا، وان شاء الله نجحوا هذا، ان شاء الله ينجح الدوره هذه تاعشان به، ان شاء الله ننظموا كاس افريقيا 2025، ونتمنوا التوفيق للمنتخب تاعنا الوطني، وتحيه الجزائر. كما يقولوا احنا فرحانين بتنظيم الدوره هذه تاع الشان هذا، جابوا هنا القسنطينه يعطيكم الصحه، جينا نتفرجوا المقابله هذه. انا مع العائله في البرد في الثلج، بردنا مسنا بالبرد، حابين نتفرجوا الماتش تاع السودان وغانا. وليدات اللي جابوني هما اللي قالوا لي يا بابا دينا دينا دينا، ها نكتب ربي ديتهم اليوم، ما قال لي الاحوال الجويه انه الثلج، بصح كتب ربي وجبتهم. الحمد لله، كان تنظيم الشان في بلد الهمه والشان في القمه، كان احترام متبادل، والحمد لله كنا عند حسن ظن الجميع، وتحيه الجزائر. وحنا على بالك البالون تبعوه وين راح، نو ثلج ماشيين كالكو سوا كمولوها الشيء اللي راح نقابلوه. اجواء مثاليه اللي حضرناها اليوم للشان، نتمناو ان شاء الله التنظيم هذا ينجح، ان شاء الله بنستضيف ان شاء الله الكوب دافريك تاع 2025.